حرف 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ايه ده؟ لاحظوا كده، شوف هنعمل ايه. ادي حرف الايه، ادي حرف سي، ادي حرف الاي، ادي حرف الار، الام، الان، الاو، الار، الاس، التي، اليو، الفي، الدبليو، الاكس، الزد. لاحظين ايه؟ ستاندر، لا حرف اعلى ولا حرف اقل، متساويين جدا مع بعض. تعالى كده نكتب جملة ونشوف فيها الحروف دي كلها. بص لو معايا هكتب مثلا كلمة رايت كونفرسيشنز، اكتب محادثات ان مثلا 10 minutes في 10 دقائق. مفيش حرف طالع ومفيش حرف نازل، حلو كده؟ يبقى في عندي مجموعة حروف وعددها 15 letters، 15 letters 15 حرف، لا حرف فيهم أعلى ولا حرف فيهم يزيد من تحت. ستاندر أب أند داون إن ذا ميدل، لو أنا عندي سطرين هلاقيهم في النص، مفيش حاجة هتطلع ولا هتنزل، أوكي؟ ده نمبر 1. وأدي الجملة أهي، رايت كونفرسيشنز، اكتب محادثات إن 10 minutes. كله على سطر واحد، مفيش حد فيهم اعلى من التاني. المجموعه الثانيه ست حروف، بص كده معايا، لو انا كتبت مثلا ادي 1 2 3 4 5 6، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. ادي حرف الدي، ادي حرف الدي، ادي حرف الاف، بعد حرف الاتش، بعد حرف الكي، بس الكي، بعد حرف الان. حلو كده؟ لو انا كتبت جمله مثلا look at homeland of beautiful flowers، حرف الكيو، حرف
الجي الحرف الجي وهذا الحرف الواو. حرف ايه؟ الواو. تعالى كده نكتب مع بعض.